عندي رقصات الفورتنايت بالانجليزي فورتنايت دانس تشالنج. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والاشعارات والشير يلا نبلش. طبعا هلا وقفوا الفيديو وانزلوا اضغطوا لايك عشان اذا بدكم ايانا نعمل جزء تاني من رقصات فورتنايت. وروحوا اضغطوا على زر السبسكرايب ولا تنسوا هاشتاج عم توصل لوانرين المليون ونص مشترك عشان نكبر اكتر واكتر ونصير كتير كبار. وهون عنا هاي عجلة الحظ حطينا عليها حطينا عليها بعض اسامي من رقصات بعض من الرقصات زي زاني جوز مدري ايش ولا هاي بوك اشياء. فهلا انا ولوان بدنا نلعب حجرة ورقة وقص. بس قبل ما نبلش انتم حتفهموا كل التحدي بس تحضروا لي الكامل. ولما نخلص كل هاي الرقصات تحكوا لنا مين تحت بالكومنتس اعمل هاي الرقصات احسن. نسوي هلا حجرة ورقة وقص. يلا رقم قص. اوكي يلا خا مين؟ طلعنا ديسكو فيفر. يس انا نسيته وجبنا. يلا الجولة الأولى زبطناها أو لا اكتبوا لنا تحت بالتعليقات مين زبطها أكثر. يلا خفيف. أنا بخاف من هذا. مين تعال؟ فلوس. يس كثير سهلة. فلاس اللي هي هلا خلينا ندور. يلا الاحمر لازم منيحة ولا لا؟ هطلعها هيك بعدين. يا هلا نسوها بدنا نعملها لواحد ثاني. يلا بليز ضربت. ضربت اوكي ضربت. يلا يلا
بندر. انا من اول حاولت اظبطها بس بالاخر اخترعت انا اوفر اوفر. اوكي الروبوت خلصنا منها وما بيرجع لها. مره تطلع مطلعنا ايش هاي؟ بيست مات ميت ميت بيست ميت فرخينا. Thank you.
وعجبتكم رقصة خالد رح نحط لكم انستغرام وتحت بصندوق الوصف وهون على الشاشة مكان ما بعرف. وهذا كان في اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوه. إذا حبيتوا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والإشعارات والشير وباي.